بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي والدكتور خضير كاظم حمودي. دكتور خضير مرحبا بك. الحكومة العراقية استدانت 25 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية بحسب اللجنة المالية البرلمانية، الآن يضاف إليها 30 مليار دولار من مؤتمر الكويت. كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي العراقي في ظل كل هذه القروض؟ الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة القروض العراقية كما أوردها البنك الدولي بحدود 130 مليار في هذه السنة، منها 67% هي قروض خارجية و 33% قروض داخلية. لذلك يعني واقع القروض هو أكثر بكثير من مبلغ 25 مليار اللي أوردته. أما بخصوص القروض التي تمخضت عن مؤتمر الكويت حالياً، فقد كانت 66% منها قروض سيادية و 28% منها قروض غير سيادية وفقط 6% منح. وهذا يعني بأن العراق قد أثقل كاهل الأجيال العراقية حاليا ومستقبلا بمبالغ ينوء بها حمل العراق لمثل هذه الأرقام هذه الأرقام المهولة دكتور خضير، يعني إثقال كاهل العراق وأجيالها المستقبلية بها، يعني أليس هناك ضوابط قانونية من المفترض أن تكون متبعة لمراقبة أين تذهب وأين تتجه هذه الأموال؟ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال في 2003 لحد اليوم حكومات لم ترتكن إلى أي بعد اقتصادي أو مالي أو نقدي أو وثرت القوى التي تمتلك الخبر المتراكمة في إدارة الدولة، ولذلك اقتصر دور الحكومات على قيامهم بسرقة هذه الأموال لجيوبهم الخاصة، خصوصا وإن الفساد الإداري والمالي قد استفحل بشكل كبير، مما أدى إلى أن يكون العراق مثقلا بهذه الأعباء المالية والنقدية وعدم قدرته بتوفير أبسط الخدمات للمجتمع العراقي. في ظل هذه الصورة القاتمة دكتور خضير، 130 مليار دولار هي حقيقة القروض مثل ما تفضلتم، وهو رقم خطير وكبير جدا. هناك أنباء تتوارد دكتور عن انخفاض الودائع دون رؤوس أموال المصارف في العراق، يعني ما جعل بعض البنوك تؤخر طلبات سحب المودعين. كيف تقيم أوضاع المصارف مع هذه الأنباء وهذه الصورة القاتمة؟ العمليات المصرفية بالعراق كما هو النظام العام للحكومة العراقية كله أو جله تنتابه آثار الفساد المدقع الذي يعيشه العراق، فهم لا يمكن لهم في ظل مثل هذه الإدارة الفاسدة أن تحقق أي تطور تنموي في إدارة أموال المودعين أو في إدارة الأموال التي يمارسون دورهم في إدارتها. مع هذه تنهب وتسلب كل بطريقته وأسلوبه الخاص، والذي هو معلن عالميا لكل الدول، بحيث أن آخر تقرير إلى
إلى صندوق النقد الدولي أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 161 من مجموع 168 من الدول في درجة الفساد الذي يتمتع به العراق. فلا مصارف ولا إدارة دولة من شأنها أن تحقق أبسط أمور متطلبات الشعب العراقي. وضحت الصورة. دكتور خضير كاظم حمودية الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.